السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند أختكم نادية. كما راكم تشوفوا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله. كما راكم تشوفوا كما عودكم دائما من سطح بيتي غادي ندير معاكم الروتين أتاعي مع نباتاتي، وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون له إقبال كثير ومشاهدات كثيرة. أقعدوا معايا ومرحبا بكم ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي تحقوا بالقناة، نوروا وتشرفوا وشكرا توجور دائما للمشتركين القدامى. مرحبا بكم، فرجة ممتعة كما عودتكم دائما من سطح بيتي. دائما في اي روتين ندير معاكم اطلاله كما هكا على نباتاتي ونوريكم الحالات تاعهم اللي راهي فيها. راهي حالتهم ما شاء الله عليهم، طاحت الامطار وشبعوا مياه وتسقوا مليح 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 كما راكم تشوفوا الازهار ما شاء الله. عندي غير راني في مشتل، والله لا متمنيا ندي يكون عندي مشتل كيما هكا لو كان غير بتيت اسباس. ان شاء الله دعاويكم معايا وقعدوا معايا وكملوا الفيديو الاخير، واللي دخل دروك يشترك في القناه بلا ما نقولوا، يخلي لي تعليق لقناه ترجع لها، واللي حساب اجره ان شاء الله يكون عند ربي. المهم جوله ممتعه، شوفوا جمال نباتاتي وازهارها ومنا نظرة ولا أروح. كملوا الفيديو معايا للأخير، إن شاء الله في كل يوم تدوا إفادة وتدوا معلومة. وبسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. ان شاء الله هذه هي النبته اللي غادي ندير معكم، كي غادي من هذا بتيبو صغير غادي نحولها ان شاء الله في هذا الفاز الكبير. وهذا النبته على فكره قلت لكم جاتني هديه من عند بنتي، جاتني من تولوز. الوغ نخليهاش كيما هكا باسكو راهي بدات تفقد اللون تاعها الجميل الطبيعي. وهذا النبته يسموها اغلونيما شانتال، فوالا اغلومينا شانتال. هذه النبته على ما اظن الاصل تاعها من البرازيل. الوغ هذه النبته عندها ميزه خاصه ان على اللي هي ما تتحملش الشمس. شوفوا انا من درتها في الشمس شوفوا كي حرقت. هذه لازم لها هي نبته داخليه تكون ما تكونش ديراكتومون معرضه للشمس، فهمتوني؟ هيا وما تطلبش بزاف السقي. هذه غير اليوم تعلمت هذه المعلومه مع اللي ما نعرفلهاش، وصراحه انا مانيش مختصه في النباتات، مي حبي وعشقي للنباتات يخليني نكتشف كل يوم نبته وكل يوم نوع تاعها في الاحتفاظ عليها وفي النمو تاعها وكلش. الوغ ان شاء الله باذن الله تعالى غادي ندير تطور تاع زراعة الأسطح هكا باش نعطيكم أفكار ونعطيكم الإسماء تاع النباتات ونعطيكم الطريقة اللي تنجموا تحتفظوا وتغرسوا وتكثروا من هذا النبات بطريقة سليمة وجيدة. المهم اقعدوا معايا غادي نقل هذه بعد اللي وجدت هذا التراب. شوفوا كي راه سوبل، دائما نديرو تهوية راكم تشوفوا من هذو لي خاص تاع تاع التراب اللي كنت ديجا كنت غارسه فيه. انا دائما عندي التراب تاعي لازم نديرلو تهويه. راكم تشوفوا هاي وين امام قشور تاع التفاح، راكم تشوفوا. هي معليش نخليها قاعد تحت هكا. وهذه هي، اقعدوا معايا ان شاء الله مشاهده طيبه، كملوا الفيديو الاخير ومرحبا توجور بكم.
ان شاء الله. يلا قعدوا معايا، غادي ندير انترو هكا في الفاز هكا. هاد الاخرى تاع التفاح خليها هنا. نجيبوا هاد النبته هكا، شوفوا مسكينه، شوفوا كي نشوفوا هاد العروق هكا والجذور خارجين منها، صافي دي راهي تحوس على تحوس تنقلوها في فاز واحد اخر. شوفوا شوفوا سبحان الله، وانا والله اللي شفني النبات منين يوصل لهاد المرحله. الو شوفوا كيما هكا ديريكتومون نحطها ايا، ونزيد عليها زيد التراب هكا عليها، وغادي نروح نجيب تراب تاني هنا، تراب واحد اخر. اقعدوا معايا، غادي ندير غادي نعمر الباز كومبليتومون. المهم غادي نعمر كاع هاد البلاص الخاوي، نعمرو بالتراب ان شاء الله. يعني تعجبكم طريقتي ومتنساوليش اللي دخل دروك خلي لي تعليق ويشترك في القناة سيغتو، وخلي تعليق مناسب للفيديو كيما هكا. نزيد نطلعها شوية باسكو راهي مهودة بزاف. ايا ونروح نجيب مقص ونقصص هذه اللي راهي هكا. وكما قلت لكم حاولوا ديروها داخل في لابياس اللي تكون فيها لا ليميير وما تكونش الشمس ديريكت عليها كيما هكا. الوغ هذا هو الفيديو، شوفوا ما شاء الله. وما غاديش نسقيها باسكو كي قلعتها ديجا كانت الارض تاعها والتراب تاعها كان مشمخ. شوفوا نبته ما شاء الله عليها جميله جدا. كملوا معايا الفيديو الاخير، وغادي ندير معكم دروك هذه غادي نخليها اكوتي، ونولي كل خطره نوري لكم مراحل التطور تاعها. ايا وال كي يقولوا له والروتين اللي درته اليوم، دوك نوري لكم المكان تاع هذا ال فوالا. كيما قلت لكم صبت هذا الكورج ولا كورجيت الله اعلم، انا ما غاديش انا ما غرستهاش بيدي، ناضت وحدها الوغ نقلتها هنايا، ونوري لكم البلاصه اللي ناضت فيها هاد الكورج، وعلاه نقلت غير هاد الصغار ما نقلتش الكبار. غادي نوريكم كذلك، قعدوا معايا. فوالا شوف ناضت هنا في هاد الحيط هذا اللي كان هنا، تعقلوا هنايا كانت نايضت لي نبته ملكه الصنوبر. فوالا ملكه الصنوبر كانت نايضه هنا، دوك نوريكم ملكه الصنوبر الشياله. هذه هي ملكة الصنوبر، هذه هي. كنت رجعوا للفيديو التوعي القدم كانت نايضه وكانت كبيره وكانت خاصكي خسرت بالا صفارت ومش حاسكي ولات. الوغ انا حولتها قلعتها كاع فوالا، كي قلعتها من هذه البلاصه من هنا هي ناضت لي هذا الكورش. راكم تشوفوا هذا الكورش، شوفوا مالين تيرمو كبيره، هذه ما غاديش نعرف بلي ما غاديش تنوض، غير نخليها هنا بوغيا. ديجا راني قالعه اللي تنوض صغيره صغيره، هذه مثلا راهي شويه كبير، هذه ثاني راهي صغيره هنايا، مي ما غاديش نخليها، راهم ينوضوا غير وحدهم سبحان الله. المهم هذا هو الروتين تاع اليوم، وهذه هي اقتراحي لكم في هذا الفيديو. اقعدوا كملوا معايا الفيديو الاخير، ما تنساوليش البارتاج الى عجبكم المحتوى واللي دخل جديد كذلك. والآن نقول لكم إلى فيديو آخر بحول الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله وحفظه.